دماغه شغال على الضغط والنبي. طيب حضر الحالات بتاعه عمليه الضغط وازاي الاهلي بيدخل المباراه. الضغط بتاع النادي الاهلي بيتحول شيئا فشيئا لمنظومه مرعبه. منظومه عنكبوتيه صعبه جدا. يلا نعرض يا جماعه. صعبه جدا تخترقها. انت بتعمل عمليه الضغط من الدقيقه الاولى. هجيب لك لما الحالات تجهز معانا هجيب لك انه منظومه الضغط دي من الدقيقه 4 من الدقيقة 4 الراجل بيعمل عملية الضغط شبكة كاملة. الأهلي النهاردة بتتكلم على إنبي. وبالمناسبة قبل ما نروح لأول حالة قبل ما تبتدي تعرض بس وقف هنا. أنت بتتكلم على إنبي عشان ناس كانت مسلسلة الماتش النهاردة يا كريم. إنبي ناس مش بتاخدش بالها آخر 9 مباريات مع تامر مصطفى هو تاني أفضل فرقة في مصر. اخر 9 مباريات هو تاني افضل من فيوتشر وافضل من بيراميدز وافضل من الزمالك وافضل من الاتحاد وافضل من كل الفرق اللي قبلها في جدول الترتيب. فانت بتلعب فريق صعب، بتلعب فريق بيكسب الماتشات اللي فاتت، بتلعب فريق رجليه ماشيه. فالمباراه كانت صعبه. انك تلاقي انبي مزنوق بالشكل ده. انبي نسبه الاستحواذ النهارده 30% ودرجه سيطره الاهلي على الايقاع مرعبه بعد مباراه الترجي تحديدا. بص بقى المنظومه كريم، انت بتتكلم هنا على كل لعيب هو معاه لعيب، مفيش لعيب لوحده. حتى تو هناك بص بقى يعني ماشي الفريم ده بس فريم واحد كمان. اول ما الكره بص كل زوايا التمرير ناحيه اليمين وسط الملعب مقفوله. اول ما اللعيب الكره اتحطت تحت الشمال راح طالع تاو كمل عمليه الضغط. والحركيه بتاعت لعيبه الاهلي بص يا كريم ما بيتحركوش عشوائي. الحركيه كلها انت بتعمل عمليه الدبل اب، بتضغط باتنين لعيبه بمروان وقابله حمدي ومن وراهم ديانج وقف هنا وراهم ديانج علشان طول الوقت انت قافل كل مسارات الكرة. الاصعب من انك تضغط مان تو مان او لعيب على لعيب يا كريم انك تقفل مسارات التمرير، توصل فريق قدامك انه مش عارف يروح بالكره فين. فيضطر ياخد القرارات الصعبه، احطها في اتجاه الكره اللي انا عايز الكره تروح له. الكره لما راحت شمال الراجل اتخض، لقى في هجوم عليه، راح حاطط الكره في وسط الملعب تاني، فراح داخل في الشبكه اللي في وسط الملعب اللي هي فيها مروان وديانج وحمدي. قلت لك ماتش الترجي اللي فات قلت لك افضل منظومه اتعملت مع النادي الاهلي بالمجموعه دي هي منظومه كولر، منظومه الضغط واستعاده الكوره مرعبه. صح. انت مش بتتكلم على مروان ولا حمدي ولا ديانج، بتتكلم على الثلاثه مع بعض ما شاء الله مرعبين. يلا الحاله اللي بعديها. خلاص ماشي. العلم الحاله دي كمان اقول لك على حاجه. في الوضع الطبيعي ان تاو جاي متاخر. ده هو اتاخر. لان الترحيل كله شمال. بيرس تاو جاي متاخر. انت عارف لو الوضع الطبيعي ان انا شغال على المساك الثاني، انا قافل قلب الملعب، انت كده عامل البلوك على طول. مزبوط. من اتجاه اللعب في الجنب اليمين لازم على طول انا بخش في الجنب الثاني. ما كانش الباص ده طلع كمان، لو اتعمل الباص ده كان ممكن يقطع. صح. بص وقف هنا. بص يا كريم، ان دلوقتي انت اللعيبه عاملين البلوكات اللي في النص دي اللي فيها تاو ديانج مروان قافلين تماما وسط الملعب عشان الاثنين لعيبه دول لما يجوا يستلموا، الاثنين لعيبه اللي في وسط الملعب احمد العجوز واللعيب تاني اللي ورا حمدي فتحي، الثلاثه يقفلوا على الاثنين. فاللعيب فاضطر هنا الباك ليفت يعمل ايه، السنتر باك يعمل ايه، هيحط الطويله. مين اللي ضغط عليه؟ حمدي فتحي، اللعيب اللي هو اللي متقدم دايما على منظومه الضغط. الثلاثه اللي في الخط الخلفي الكره راحت بسبب الضغط العالي الاهلي بيعمله، قفل مسارات التمرير. بتتكلم على منظومه ضغط صعب جدا جدا تخترقها. قوه الاهلي مش في خط دفاعه بس ولا خط هجومه بس ولا خط وسطه، قوه الاهلي في منظومه ضغط بتتحرك ككتله. بص الاهلي رافع فينا كريم، وقف هنا الصوره دي، وقف الصوره دي بس ما تكونش مبكسله. وقف هنا. بص يا كريم، مين اللعيب، مين اخر لعيب في الصوره كريم في النص؟ فين انت عايز فوق خالص؟ فوق في الصوره. بيتكلم على خط الدار. هتلاقي محمد هاني متولي، هتلاقي محمود متولي. المسافه ما بين بتتكلم في 15 18 يارد وحمدي فتحي 20 متر. مستحيل تخترقهم. عايز تحطها والخط مظبوط تماما، لان حاول ام بيعملها 3 4 مرات وكل مره تسلل. فانت بتتكلم على منظومه ضغط بتتحرك في 30 متر. اللي لسه هكلمك فيها ده فيها ريسك. لا، وبتعمل حاجتين مهمين قبل الريسك يا كابتن محمد. بتعمل حاجتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه بتوفر المجهود لانك عمال بتتحرك في مسافه اضيق، نفس طريقه الرجراجي مع منتخب المغرب، بس المغرب كان بيعملها من تحت شويه. انك بتتحرك في 30 متر او 40 متر عشان تضايق الفريق. لا، الاهلي بيطلع بقى حسب الفريق اللي بيلعبه. لما بيكون فريق هو عارف انه لما يطلع يضغط عليه هيخليه يحتار بالكوره فيطلع، يبقى عامل عمليه الضغط ب 30 متر. فانت بتتكلم على منظومه حركه بدون كوره، التمركزات بتاعه اللاعبين والمسافه اللي بيتحرك فيها الكومباكت جيم او الكومباكت اللي بيلعبه النادي الاهلي ال 30 متر دول. بتتكلم على منظومه ضغط مرعبه يا كريم. منظومه ضغط هي اللي ممكن النادي الاهلي للهيمنه المحليه والوصول لفاينل دوري ابطال افريقيا حتى هذه اللحظه. طيب.